إذا حسوي بروفا روان قبل أبلش اللقاء أسئلتك الأسئلة لأن ترى فيها أسئلة نوعا ما فيها إندايركت مسجز أنا عندي مغزى المعدين عندهم مغزى على الديباجة الطويلة العريضة اللي عطيتها قبل لا ندش على اللقاء أو قبل لا نسوي بروفة اللقاء هذا يقول لك محظوظة إيش رأيك بالكلام هذا إيش رأيك بالسؤال هذا كلش مو محظوظة لا ممكن 2% 5% 2% 5% شلون تصنعين الحظ بالشغل بالشغل انزين اشتغلتي ما شاء الله فيلم عتيج فيلم كان رفيجي فيلم هامه واشتغلتي نوايا بين قلبين وايد مسلسلات جميله ومع فنانين كبار يعني اللي يشوفك اللي توه داخل الوسط الفني يقول محظوظه لا انا اقول ان انا درست انا ترى دارسه 5 سنين بالمعهد انا سقطت سنه ثالثه سقطت الثانيه سقطت الثانيه ثانيه وثالثه الكعبه مالت الجسمه اي انا منها السقوط ولا كان افهم استوعب انا شنو اقدر اسوي شنو بديت عاد بس هذا الفوكس مالي طبعا ما كنت افكر تي في فالفوكس مالي مسرح شلون اطور نفسي مسرح فانا اشتغلت على نفسي وايد حلو اشتغلتي على نفسك وايد لين وصلتي المرحله اللي انتي فيها واول فرصه جتني كانت فرصه نوايا كانت 6 حلقات 6 حلقات ما جتني فرصه 30 حلقه فاهم قصدي بس صدق كان الترشيح من القديره ام طلال فنانه سعاد عبد الله طب اي بس طبعا هو الترشيح منهم يكون انا ما اكون ادري عنه القديره حلو. سعاد عبد الله ام طلال حبيبتي مع المنتج مثلا يتناقشون كذي ويدزون المنتج المنفذ مثلا يقول نبي روان وينها وما اعرف ايش حلو وصولا ليه روان ايه؟ انزين روان لو اسالك باللقاء اقول لك كم اجرك راح تقولين 10 بس 5 دقائق 5 دقائق حاضر تم جاهزين يلا كملوا زين بسالك لا تنحرجين باللقاء كم اجرك ترضى اسالك كم اجرك انا لا الحين قدام الناس اقول لك كم قاعد تاخذ انت الحين على الحلقه اجري وايد حلو بالحلقه بس هذا هو هذا هو بس ما راح اقول السعر يا جماعه والله مليت من هالاسئله 30 ياخذ 30 صدق 30 الحشاش يقول 30 انا ما تصور انت تاخذ 30 30 لا والله ما لكم شغل فيه ضربوها ب ما لي شغل كم تاخذ بس السؤال يعني الناس ليش بهمها انا كم اجري بهمها شنو قاعد اقدم حلو انا ماني فاهمه ايش المقابله لازم كم اجري كم اجري مستحيل. السؤال مو حلو صح؟ مستحيل ما راح نسأله تكفى ما راح نسأله لا مو مستفز يعني شو قاعد اجف انزين مالك شغل لا ترجفين تشيل امورك طيبه انزين روان قبل يعني قبل نسوي البروفا هذه وتحت الهواء كنا قاعدين نسولف على ان انت وحده فيك عنصريه نفسي تحبين الناس اللي عندها اكاديمكس تحبين الناس اللي تعمل في المجال اللي يكون عندها شهاده تساندها وبجانب هذا وذاك يعني شيز بروبر ماك تشيكن انزين نو مو بروبر ماك تشيكن والله لا كلش مو بروبر ماك تشيكن لا لا بس درستي انجليزي وفرنسي يوم كنتي بالمتوسطه وامورك طيبه يعني كنت بمدرسه خاصه فكانوا يعطونا شي ذي منهج فرنسي واحنا بالمتوسطه بعدين شالوه منا فاي لاست ات حلو بس انجليزي كنت شاطره فيه وايد حلو الحمد لله البروفا احنا مفتلتين خلونا نسولف يا جماعه خلنا نسولف خل تاخذ راحتها قبل ما ندش اللقاء ديكتين على البروفا؟ يعني ما صدقت في مقابلة شوية يعني ناخذ راحتنا فيها خلت ما يلا جاهزين؟ زين آخر مسلسل تأثرتي فيه؟ عدل اللي ضايع آخر مسلسل تأثرتي فيه؟ كحل أسود قلب أبيض قصدك شفته؟ إي أنت شفتيه وتأثرتي فيه وياك بكحل أسود وقلب أبيض عبالي قاعد تسألني شخصياً لا توترين لا شفت مسلسل اسمه جيبسي تو نازل سيزون 1 جيبسي مسلسل نزلوا على نتفليكس جميل ما هو مسلسل القوي بقوة مثلا جيم اوف ثرونز او ما اعرف ايش لكن في اعماق نفسيه وايد حلوه انه يعني يتكلم عن ثيرابيست حلو تتكلم عن هي شلون هي قاعده تعالج الناس وهي مو قادره تعالج نفسها وشوف شنو في بحياتها الله لما تقول تتكلم عن ابعاد ولا عن اعماق نفسيه ما ادري اشق ثيابي لما اقول نحتاج ممثلين واعين ولا الله. اكاديميين ولا ناس مثقفه هذه الدرجه كحل اسود وقلب ابيض وايد تاثرتي فيه كحل اسود وقلب ابيض قاعد اتكلم قولي شنو تبين ما ابي اقول وايد متاثره بالتجربه صح؟ وايد حبيتيها؟ ايه انزين سولفي لي عنها عن تجربه كحل اسود وقلب ابيض ما ابي اسولف قاعد يضغطون علي وايد ما لك شغل فيهم لا ما اقدر نخلص هالسؤال هذا بعدين اروح حق لوكيشن انزين عادي نوقف تصوير شوي نوقف تصوير شوي؟ إيه احتاج بريك بس يلا قلت لها عن الاجر وقلت لها شنو اخر مسلسل ليش قلت لها عن الاجر؟ عادي لا مو مصدق عادي مسكين هاشم حميد دبي ها
مو من صدق زعلت. ليش؟ لا مو صدق. السؤال ما في شيء بس. يلا مو من صدق زعلتي. عادي ترى سالفة لجر والله. لا توترين. شوف انا عندي هذه. تحبين جوكر؟ اي احب بالنسبة لي جارد. اوكي قاعد تصيدني قاعد تصيدني قاعد تغير مزاجي. تحبين جوكر؟ جارد ليتو بالنسبة لي يعني عقب هيث ليدجر بس سوى شيء مينون بطريقة جديدة مو طبيعية وايد احبها. وتأثر فيها. تأثر فيها تأثر فيها تأثر فيها. مسيكم بالخير يا هلا ومرحبا فيكم في برنامج ستوري. عطيناكم ديباجة جميلة جدا عن أختنا روان مهدي والحين بنبلش أسئلتنا الفعلية مع أختنا روان. روان حياك الله معنا. الله يحييك. منورة. ثانك يو. مشرفة. خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، إنسانة أكاديمية إلى أبعد درجة، سو بيكي. Yeah. لو ماك تشيكن بعد. لا. مو ماك تشيكن؟ No. بس سو بيكي. Yeah. نثبت على سو بيكي. انتقائية جدا. جدا. إيش كثر أثرت الدراسة اللي بالمعهد على روان مهدي؟ أنا قلت لك وإحنا قاعد نقول برافو قلت لك أبوي هو كون شخصية. كون الشخصية هذه. فهذه كانت موجودة داخلي. أنا وايد into arts, music, أدب, كل شيء. فلما دشيت المعهد ترى ما كنت أدري أن أنا أقدر أمثل. حلو. فمن المعهد دريت أن أنا عندي قدرة أن أنا أمثل. عندك الطاقة هذه. ومن بعدين مع تعليم الدكاترة مع البراكتس شلون يعني عطيت وقتي كله حق المعهد. سويت أدواتي وعيتهم يعني. وعيتي وطلعتي الأدوات وأطلقتي صراحة الوحش الصغير اللي بداخلك. Unleash the beast. It's unleashed الحين صح؟ It's unleashed. Fully unleashed. Fully unleashed. دام إنه fully unleashed. إنزين شاركتي بمسرحيات أكاديمية. والمسرح الأكاديمي عند أي شخص أكاديمي. هاشم. عند أي شخص أكاديمي. هاشم يطلع. إيه. صريحة. يلا. جاهزين. ها مزعجين الكرو يلا بسم الله اوكي سوري هاشم 3 2 1 يلا يلا بنختصر عشانهم كيفكم حاضر كيفكم يا جماعه يلا ايش كثر الاكاديميه مهمه انا اكتشفت ان انت نفسي عنصريه بايجابيه تحبين الدراسه ايش كثر الانسان اكاديمي اكاديميته مهمه وخاصه لما نطبقها على مسرح اكاديمي على جوائز اكاديميه انت حصلتيها ايش كثر الاكاديميه مهمه وصولاً إلى الجوائز اللي حصلتيها. قلت لك الدراسة كانت شيء هي شيء النمبر 2 عقب أبوي اللي خلتني أكتشف إن أنا حلو. عندي أدوات وأقدر أسوي كل هذا مع التعليم مع الدكاترة يشوفون علينا ويعطونا ويرشدونا. بعدين أنا تخرجت ما قعدت استل قاعد أشتغل أكاديمي. ما شاء الله. استل قاعد أطالع قاعد أنمي نفسي قاعد أسأل مني منك أي شيء أبي أعرفه أبي شيء جديد. So. جائزة براكتس 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 جائزة أفضل ممثلة واعدة جائزة أفضل ممثلة عن دور أول شنو تعني هالأمور هذه حق روان مهدي اللي غدت نجمة يوم طلعت بالمسلسلات ومثلت ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما أحتاج ما شاء الله لأن هذا كل واحد يجتهد يعني يلاقي نصيب لكل مجتهد النصيب وبعدين بس بقول لك شيء أنا الجائزة وايد تعني لي وهذا بالنسبة لي دعم حلو. أو تشجيع لكن ما هي مهمة وايد بالنسبة لي أنا كل هدفي لما أنا أشتغل على عرض مسرحي إن أكون بيوم العرض بكامل توهجي وهذا صعب لأن الممثل مو بكل عرض يقدمه صحيح يكون بكامل تألقه وإحنا عندنا شيء مو حلو العرض الأكاديمي نعرض نشتغل عليه شهور نعرضه مرة ونمشي مرة ونمشي ما يردون يعيدونه الممثل تدري لو نعرض نعرض كل شيء شنو أشياء تغير شنو تفاصيل تنزاد كل ما أنت تزيد شغلك بالأجواء مالت المسرحية كل ما أنت حسيت نفسك أنا وين زد دشيت بيور أون فانتزي بابل بابل خلينا نقول على طاري بابل ها مو بابل انزين يعني أنا توني أشوفه سبحان الله يعني الله ما يطق بعصا أكسنت جولي أكسنت جولي يعني خريجة مدارس إنجليزية وبرايفت سكولز وحركات خاص في ناس تقول إنه والله أكسنت جولي لا هو أمريكان ولا هو بريتش زين اي لكن كان بروكن اكسنت ايش سالفه جولي ماغريه تبي ماغريه بقول لك شيء جولي مكتوبه حلو 85 لا 90% عربي 90% عربي النص مكتوب حلو 10% انجلش اذا مو اقل حلو انا اخذت البروتش شو يسمونه شو يسمونها اللهجه الكوكني السلانج الوايد محلي نو no. ها شلون لما يكون نسيت الكلمه يا جماعه شلون اذا شلون مثلا اذا مثلا شخص بحريني هاشم قول اخذ تكلم انجليزي يلا تكلم انجليزي اعطيني الاكسنت مال جولي وانا جاهز جاهزين جاهزين اعطيني اكسنت جولي
Okay, so it was really nice meeting you. Pleasure meeting you. Yes, I loved your mentality. I loved talking to you. I love your questions, though I don't love your crew. Okay, I love your slang and I love everything. I'm just joking, I'm just kidding. I love your slang. I love everything related to your personality. Thank you. والله. Thank you. You're dope, you're all bad. البريتش السهل يعني بالناس اللي الناس ممكن تفهم. لأن لو نبي نتحكي بالأو أو أو الكوكني الناس ما راح تفهم. المهم خلينا نتكلم عن مسلسلاتك اللي شاركتي فيها. كحل أسود قلب أبيض، نوايا، بين قلبين، يعني أكثر من تجربة وصولاً لآخر تجربة أنت مثلتيها. كلميني عن مسلسل. مسلسل؟ إيه يعني تعلمت من هالمسلسل كذي يا هاشم، تعلمت من هالمسلسل كذي يا هاشم. عندنا وقت ولا راح يقطعونا؟ عندنا وقت ما تشغل فيهم. يلا. أوكي، طبعاً. 10 دقايق. يلا ما تشغل خلاص يلا 10 دقايق. أحاول أختصر لك. يلا. تخرجت من المعهد، جتني فرصة نوايا 6 حلقات، رحت. أنا ما كنت أبي أدش تلفزيون لأن أنا ما أحب الشهرة يا جماعة، أحب التمثيل. Anyways، فقلت خلاص قاعدة أنا مهرجاناتنا الأكاديمية شوية 2 أو 3 بالسنة ما يكفيني. إنزين. عشان أدش نوايا ولا الناس تستأنس علي. الطاقم المنتجين كلهم استأنسوا علي، فمن نوايا نبيك بين قلبين. حلو. نبيك بالحوش، سداسيات، الله حكايات حب. الله 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 الله. نبيك بسداسيات يا كل الناس، نبيك 7 حلقات مع كان في كل زمان. مع محمود بوشيري مثلا، طلعت ضيفة شرف او يعني كنت عندي 7، يعني ما كنت ارفض هالحلقات لشوية لان مثلا الادوار تكون حلوة. انت تدورين على الكم يعني مثل ما يقولون ولا الكيف؟ بس على يعني هذا سؤال اي مذيع يساله، تدور على الكم ولا الكيف؟ بس لا انا قاعد اشوف ان انت تدورين على الكيف. ممكن اعرف؟ لا مو ممكن، بلقاء احنا. زين؟ ما راح تردين. الو؟ اوش اوكي. اعطيني التليفون مره ثانيه بس بقول لك شيء ترى ما اقدر اطول، عادي نختصر. نختصر عادي نختصر. لا ما راح اطلعك اليوم دابو 12 بالليل. لا الوالده وياك. الوالده وياك ما له شغل. دام الوالده وياك ما راح تطلعين. دعم الوالده. يلا انا بطق رصيف الحين. دعم الوالده لك ونشوفها معاك ما شاء الله في كل لوكيشن. امي قلت حق كل مقابلات قلت لا امي الجندي المحارب وامي انسانه محاربه حتى في حياتنا الشخصيه. حلو. هي اللي شايلتنا. حلو. هي اللي تراكض من عمرها وخليها لك ان شاء الله. Yeah. انزين شنو الجاي؟ شنو محضرت لنا؟ يعني انت سالفتي لي عن هذا قبل لا نختم. قبل لا نختم لحظه عطني دقيقتين. سؤال اخر سؤال. عندي شيء مهم. اي شنو محضرت لنا مستقبلا؟ سؤال. شنو محضرت؟ يلا لا تصير انتنس. انزين. يلا شنو محضرت لنا مستقبلا روان؟ للحين ما وقعت على شيء جديد، لكن انا موقع من رمضان الطاف على مسلسل القاهره 56 او 55 تاليف كاتبه هبه مشاري حماده واخراج استاذ خالد الرفاعي. الله يعني خلاص انا مش هشوفك ثاني. منو فنانه انت متاثره فيها تحبينها؟ انا اموت على شيرين. تغني ولا تمثل؟ بوث بوث تمثيل اكتنج سينجينج هذه عندي يعني مطربتي الاولى. أنا احساس أحس تعور القلب تقطع قطعه. المهم زين انا فنان متاثره فيك. انا عندي الايدول كشخصيه انسانيه كانا طموح اللي ودي طموحي انجلينا جولي. اوف كورس. قريتك. انزين اموت على كيت بلانشيت فنيا. اموت على كيت بلانشيت. ترى انت وايد مثقفه ما شاء الله. احب اشوف افلام وايد، انا مشغفي هذا. يعني ما شاء الله هذه ثقافتك في سن ال 24 فضحنا عمرها. لا الكل يدري يعني ما شاء الله، يعني لو وصلتي 30 ايش تبي تسوين؟ لا اله الا الله. ان شاء الله اوصل حق شيء وايد حلو ان شاء الله. باذن الله. اذا ما راح تزعلين لو قلت لك كل اللي صار مسجل ولقائنا هذا كان هني وهناك وهناك وكذي وكذي وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مشكوره يا روان مهدي يعطيك العافيه. هي مو دقه ولا مقلب. This is new media روان. No, okay والله يلا. This is new media. وايد حلو. You like it؟ أنا أموت على التلقائية هذه العفو. يلا خلاص. أوكي okay, أنا راضية. أنت ختمي لي الحلقة أنا بس خلاص. أنا ختمي الحلقة. أنت ختمي الحلقة يلا كاميرتك. شكرا جدا لمتابعتكم حق لقائنا الجميل العفو اللي ما أدري شنو طلع فيه وسامحوني على أي شيء يعني إذا تنفست ولا هذا بس. ما أتوقع أنك كنت over. That was fine. You're more than great. Thank you هاشم. بعد راسي. Thank you كلكم. Oh, I'm so like I feel nice being here. بعد راسي. نشوفكم حلقات قادمة. لا. قاعد يزفونها. أطلع وبس هو. يلا نشوفكم حلقات جاية. لا خلوني يا جماعة يلا. خلونا. نشوفكم حلقات قادمة من
ستوري بإذن الله. كانت حلقتنا اليوم مع روان مهدي، مثقفة رائعة بنت البلد. أصدمتني حركت هذا المذيع اللي شايف نفسه شوي داخلي مشاغب، لكن أصدمتني. She's all that. أنا مو شايف نفسي، قمة الغرور، تواضع، في أمان الله.